عشاق الرماية التقليدية المتلهفون لهذه المسابقات الموسمية كان ميدان بلدة دوت بولاية ضنك على موعد معهم في رماية الستون. الرماية التقليدية الآن حظت باهتمام من قبل اللجنة العمانية للرماية بالأسلحة التقليدية واهتمام غير عادي يعني، وكان وفي طبعا بطولات تقام سنويا تنظمها وزارة الشباب وزارة الشؤون الرياضية وفيها وبها دعم غير محدود يعني. ومع ارتفاع صوت الرصاص وصداه الراجع من على هذه الجبال المحيطة ازدادت المنافسة إثارة وتشويقا بين أكثر من 450 من الرماة المشاركين. نحب الرماية من الصغر وإحنا ندرب على الرماية، طبعا كان عندنا سلاح اللي هو الصقم وبعدين سكتون، والله نمارسها كهواية وبعدين هذه تعتبر تراث عن الآباء والأجداد. وتمثل مسابقات الرماية أكثر من مجرد تنافس لحصد الألقاب والجوائز، وإنما لحث الشباب للمحافظة على هذا التراث والتمسك به. نتأمل إن شاء الله إنه أبنائنا يطلعوا يحافظوا على هذا التراث، وهذا تراث عريق يعتبر أبانا وأجدادنا كانوا يقيموا مسابقات للرماية، والحمد لله رب العالمين إحنا استمرينا عليها. ونرحب بجميع الرماة من داخل السلطنة من كافة المحافظات. مهارة التصويب أوصلت طلال بن سعيد الباري ليتوج في ختام المنافسات بلقب أحسن رامي، كما توج سلطان بن أحمد الدرعي في المركز الثاني، وذهب المركز الثالث لسالم بن هويش للدرعي. غرس مثل هذه المسابقات في نفوس الناشئة من شأنها أن تعزز من بقائها وديمومتها. محمد بن سعيد العلوي من بلدة دوت بولاية ضنك محافظة الظاهرة.